الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا رسول الله تعالى ورحمته للناس اجمعين. اما بعد، ايها الساده الاماجد، ما زلنا نتابع عن الفرق الاسلاميه حديثنا، نتجاذب اطرافه. وقد تكلمنا في دروس في خطب سابقه كيف ان الفرق ظهرت في كل مرحله من مراحل الايمان مع شروط الإيمان شرطا، أخطأت بعض الفرق في فهوم بعض أركان الإيمان فسقطت، بعضها وقع في الكفر وبعضها في المعصية وبعضها في الخطأ وهكذا، وقد ذكرناها واحدة واحدة. والآن ننتقل إلى أركان الإسلام وكيف أن بعض الفرق ظهرت في أركان الإسلام نفسها بسبب فهمها الخاطئ لبعض المسائل. ونبدأ من الركن الأول من أركان الإسلام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا هو الركن العملي الأول في الإسلام، في الدين، الركن العملي الأول، لأن أركان الإيمان كلها أركان فكرية عقدية ليس فيها عمل. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كله إيمان بالغيب، إيمان وقناعة وعقيدة راسخة، وعقيدة راسخة في نفسك. إذا اقتنعت بكل هذا وصدقت به وآمنت، ننتقل إلى المرحلة العملية. الخطوة الأولى في المرحلة العملية من الإسلام هي أن تقول بلسانك معترفا بما كنت قد آمنت به قبل ذلك بقلبك، فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا معنى قولنا الإيمان قول وعمل. الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. تصديق بالقلب لأننا تجاوزنا وأنهينا أركان الإيمان كلها، والآن انتقلنا إلى العمل. وأول ركن عملي هو أن تذكر بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا ذكر الرجل أمامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وسمعناها منه، حكمنا بإسلامه. لكن للأمانة العلمية أقول لكم أي سادة، الوضع يختلف في الحكم على إيمان الرجل بين حكمنا نحن البشر على بشر مثلنا، وبين حكم رب البشر سبحانه وتعالى علينا نحن المخلوقين. أما نحن المخلوقين فلا نحكم على بعضنا إلا بالظاهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى السرائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أو يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وقد يكون كافرا وقد يكون منافقا، لكن نحن رأينا أنه يأتي إلى المسجد فنشهد له بالإيمان. والعكس بالعكس، لو أن الرجل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فهو عند الله مؤمن ولو لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، هذا اللفظ الذي يقوله لنسمعه نحن، نسمعه نحن لنجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. فالرجل إذا سمعناه يقول لا إله إلا الله نستطيع أن نزوجه وأن نأكل من ذبيحته وأن يذهب إلى الحج وأن يدخل المسجد، وتنطبق عليه أحكام الإسلام الظاهرة. أما إذا لم يقل لا إله إلا الله فلا نزوجه منا ولا نأكل من ذبيحته ولا نسمح له ببعض الأشياء كحمل المصحف ودخول المسجد الحرام وما شابه. هذه الأحكام الظاهرة متعلقة بهذا القول الظاهر لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما حقيقة الإيمان في القلب فلا يعلمه إلا رب القلوب سبحانه وتعالى. وأما الشهادة باللسان فهي لنا نحن حتى نحكم عليه ظاهرا بهل هو دخل في زمرة المسلمين أو لم يدخل. أما أمام الله فإن من أتى الله سبحانه وتعالى وقد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فقد ذكر العلماء وذكر من ذلك الإمام الغزالي وغيره أن هذا الرجل مؤمن عند الله، لكنه بالنسبة لنا ليس، وهذا الأمر لا يغير حكمنا عليه نحن، لا يغير في حقيقة الأمر في كونه مسلما أو ليس مسلم، لأن حقيقة الأمر عنده في حقيقته في عمق قلبه لا يعلمها إلا الله، والله سبحانه وتعالى يحاسبه علينا. كما أننا نحن نحكم على المنافقين بالظاهر أنهم مسلمون، كذلك بالعكس يحكم الله تعالى على المؤمنين بالباطل بأنهم مسلمون. ولا عبرة بحكمنا، حكمنا للظاهر وحكم الله سبحانه وتعالى متعلق بالسرائر. وهذا الأمر لا يذكره العلماء والخطباء كثيرا، لكنها الحقيقة المذكورة في كتبنا. أحكامنا متعلقة بالظاهر وحكم الله سبحانه وتعالى متعلق بالسرائر.
هذا فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، فهي مسألة شغلت المسلمين قديما وحديثا، وقد اتفق على ركنيتها جميع أركان جميع علماء المسلمين ومذاهبهم ومدارسهم من أولها إلى آخرها، ومن أنكر فرضية الصلاة كفر. واتفق العلماء على أننا نشهد لمن أدى الصلوات كلها بأنه مسلم. واتفق العلماء جميعا على أن من أنكر فرضية الصلاة كفر. واختلفوا في مسألتين، اختلفوا في من لم يصلي في حياته أبدا ولا مرة، ما توجه إلى القبلة ولا مرة في حياته، ما صلى ولا مرة، طول حياته عاش مع لا إله إلا الله يؤمن بها لكنه ما توجه إلى القبلة وما سجد لله سجدة. وهذا الأمر متصور عقلا، وإن كان ممتنع عادة لكنه متصور عقلا، يمكن أن يأتي الرجل ويعيش طول حياته ولا يسجد لله سجدة. واختلفوا في مسألة أخرى، وهو الرجل الذي يصلي ويقطع، يصلي ولا يصلي. والمسألة الأولى أخطر من الثانية، أما الذي لا يصلي أبدا وما سجد لله في حياته ولا سجدة واحدة، فقد ذكر علماء الحنابلة نصا على أنه كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، لا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل وحكم بعضهم بكفره ظاهرا في الحياة الدنيا، يؤتى به إلى القاضي ويطلب من القاضي أن يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، أو يوهل 3 أيام وإلا قتل. وهذا الرأي موجود بين فقهاء الحنابلة. وأما الرأي الآخر في المسألة الأخرى، وهي مسألة الرجل الذي يصلي ولا يصلي، يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا، يصلي الفجر ولا يصلي العصر، يصلي العصر ولا يصلي العيد، وهكذا يقطع في صلاته، فالراجح في غالب أقوال علماء المسلمين وعامة فقهائهم من الحنابلة وغيرهم أنه يحكم لمثل هذا الرجل بالإسلام، وأنه مسلم لله تبارك وتعالى. وإن كان أيضا يوجد في المسألة أن بعض علماء الحنابلة تحديدا يقولون إن مثل هذا يمهل لوقت صلاة واحدة، فإذا مر عليه وقت صلاة كامل من صلاة إلى صلاة أو من أذان إلى أذان ولم يصلي، أخذ إلى القاضي واستتيب، ووجب على القاضي أن يعرض عليه التوبة، فإن تاب وإلا نوقش ما الذي جعله لا يصلي، فإن أتى بشبه أمرنا بأن نناقشه في شبهه، فإن استمر عنادا لا يريد أن يصلي أمهل 3 أيام وإلا قتل. وهذا الرأي موجود بين بعض العلماء من الحنابلة ومن غيرهم، لكن الرأي هذا مرجوح، وأدلته مشهورة بيننا، كلنا نعرف الأحاديث التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: بين المسلم والكافر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، وأول ما يحاسب العبد على صلاته يوم القيامة، فإن صلحت صلح باقي عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله. وهذه الأحاديث كلها صحيحة، لكن ليست هذه الأحاديث كل شيء في هذه المسألة، إنما توجد في المسألة أحاديث صحيحة مشهورة أيضا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن فعل ذلك فقد عصم مني ماله وحق، فقد عصم مني دمه وماله إلا بحق. منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. منها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، لا يخرج في النار من قال لا إله إلا الله. منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه حقا بأنه من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن عيسى كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، كان على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن آمن بذلك كله لم يكن على الله عهد أن يدخله الجنة عمل ما عمل، يعني صلى أو لم يصلي. وهذا الحديث واضح جدا، رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره، ورواه غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن وعمل كان على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن آمن ولم يعمل لم يكن له على الله عهد،
إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه وحاسبه على عمله. وبقي في هذه المسألة أن أقول شيئا. أنا عندما أذكر وأقول هذه الأقوال وأذكر هذه الأدلة لا أشجع الناس على ترك الصلاة، معاذ الله، بل الصلاة عماد الدين والصلاة من أهم أركان الإسلام، لكن أيضا يجب علينا أن نضع لجاما لأولئك الذين يكفرون المسلمين، يجب علينا أن نضع حدا لأولئك التكفيريين الذين يكفرون الرجل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس لي حق أن أكفر رجلا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لأنه صلى أحيانا أو لم يصلي أحيانا أخرى. هنا المسألة، ليست المسألة في أن أقول لك تصلي أو لا تصلي، أقول لك يجب عليك أن تصلي، لكن إياك أن تكفر من لا يصلي، إياك أن تكون من الذين يكفرون المسلمين فقط لأنهم لا يصلون. لأن التكفير يا سادة مسألة لها تبعاتها ولها ما يترتب عليها. عندما تقول فلان كافر يعني أنك حكمت عليه بأنه يجب أن يقتل، وحكمت عليه بأنه مرتد وأن المرتد يقتل وأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وتطلق زوجته ولا يرث ولا يورث، أحكام المرتدين. أنت عندما تكفر رجلا كأنك تقول طبق عليه أحكام الردة. فليست المسألة بسيطة بهذه البساطة. اتقوا الله في ألسنتكم واتقوا الله في كلامكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا من الراشدين.